حفل التسليم والتسلم كان الجميع حضورا من ضباط وضباط صف وجنود من أفراد قوات الدفاع والأمن. ليشهد هذه المناسبة الاحتفالية بدأ الحفل بوصول وزير الأمن العام والهجرة، ومن ثم كلمة وداعية للمدير العام السابق للشرطة الوطنية الفريق موسى هارون ترجو الذي تم تعيينه منذ فبراير في هذا العام الجاري، وعرب عن امتنانه للسلطات العليا في بلاد لدعمها المتعدد الأوجه، وقد تطرق إلى العديد من الإنجازات التي قدمها خلال فترة عمله، بما في ذلك إنشاء مركز شرطة مركزي ثاني لمدينة أم جمينة واعتقال أكثر من 600 شخص مخالفا للقانون وإحالتهم إلى العدالة، وتأمين أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذلك تعزيز القدرات المهنية والتشغيلية للشرطة الوطنية. أما بالنسبة للإجراءات المتعددة الجارية، لا يشك الفريق موسى هارون ترجو في قدرة خليفته الذي يتمنى النجاح الكامل له في إكمالها. في خطابه الذي تكون من 8 صفحات اختار وزير الأمن العام والهجرة الجنرال إدريس دوكونا ديكير الكلمات الصحيحة، ليس فقط لتسليط الضوء على العوائق التي تعيق الأداء السليم للشرطة الوطنية، ولكن أيضا لدعوة جميع ضباط الشرطة إلى الاحتراف المهني وتغيير السلوك إلى الأفضل. هذا ما يتطلب من المدير العام الجديد أن يتحلى به هو وإدارته. بعد توليه الخدمة رسميا، يقيس المدير الجديد للشرطة الوطنية اللواء شرطة حسين دودوا حامد الذي يعود للمرة الثانية ازدادت مهمته العملية، في مقدمتها إنها تضع السلوك والاحتراف واحترام تسلسل القيادة وروح العمل كالفريق الواحد وحب العمل الجيد، كما أشاد المدير العام للشرطة الوطنية مثل ما أشاد وزير الأمن العام بالصفات النادرة التي يتمتع بها الفريق موسى هارون ترجو الذي أنجز مهمته ببراعة. واختتم الحفل بالتوقيع على محضر التسليم